هذه كانت أسرع جولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 55 ساعة فقط. ولكن في إسرائيل أيضا بدأوا يكتبون، وأيضا بدأنا نقرأ تلك الدراسات التي تتحدث حول نتائج هذه الجولة. في إسرائيل يقولون بأن سياسة فرق تسد قد فلحت مع الفلسطينيين، بدأت أولا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم لإشكالية بين حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس في داخل قطاع غزة. في إسرائيل يتابعون بأن قوة الردع الإسرائيلية خلال هذه الجولة تم استعادتها وإن كان بشكل جزئي، وأن ذلك يعتبر جزء ومستمر من عملية حارس الأسوار، أي أنها استكمال لهذه العملية ولم تكن عملية جديدة لها أهدافها المنفصلة. المحللون والمراقبون في إسرائيل يقولون بأنه لم يكن مهما من هو رئيس الوزراء، ويبدو بأنه حتى لو كان بنيامين نتنياهو فإن المنظومة العسكرية هي التي باتت تقرر كيف تبدأ الحرب وكيف تنهي هذه الحرب وكيف تتفاوض، وأن رئيس الوزراء حتى وإن كان دون أي خبرة عسكرية، والإشارة هنا إلى يائير لبيد، إلا أن الجيش هو الذي يأخذ القرارات. ولكن أيضا في الكتابات التي قرأناها خلال هذا اليوم بات واضحا بأن هذه العملية لم تكن عملية خلقت من باب الصدفة، إنما هي عملية كانت مخطط لها مسبقا. كانوا يعلمون في جهاز الاستخبارات بأن حماس لن تنضم إلى هذه المواجهة مع إسرائيل، وأن ذلك الذي شجعهم، وهذا الذي شجع رئيس الوزراء لاتخاذ الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بالقيام بهذه المخاطرة. وفي نهاية المطاف حماس لم تشارك في هذه العملية العسكرية، مما جاء بالنفع للمؤسسة العسكرية. ولكن أيضا يقولون بأن الدبلوماسية هذه المرة بعكس المرات السابقة كانت في مصلحة إسرائيل، أو على الأقل على الحياد، لأن أحد لا يحب الجهاد الإسلامي حول العالم، وبالتالي لم تركض الدول الأوروبية وتطالب بوقف إطلاق النار بشكل سريع كما جرت العادة، إنما كانت تحذير من قتل المدنيين، لأن حركة الجهاد لم تكن محبوبة، وأيضا لأن حركة حماس لم تنضم إلى هذه العملية العسكرية، وبالتالي لم تتوسع، وبالتالي بقيت محدودة. ولكن أيضا المراقبون في إسرائيل يقولون بأن هذه العملية العسكرية أصابت مجموعة من الأهداف الاستخباراتية. أولا أنها أظهرت قوة حركة الجهاد الإسلامي، وثانيا استطاعت الوصول إلى قيادات عسكرية قوية داخل هذا التنظيم. ولكن الأهم من ذلك بكثير بالنسبة للإسرائيليين هو إيصال الرسالة لحزب الله اللبناني بأن شريككم في قطاع غزة ليس قوي، بل تم أيضا استنزاف قوته خلال هذه الجولة التي كانت سريعة. وبالتالي فما كان هنالك رغبة إسرائيلية في الدخول في مواجهة مع حزب الله حول ترسيم الحدود، فإن الرسالة وصلت إلى طهران. هكذا يفكر الإسرائيليون. أن أنقل لك ما الذي يقولونه في الأروقة السياسية، ولكن أيضا وهو الأهم، أولئك من الخبراء الضباط المتقاعدين الذين أشاروا هذا اليوم بأن هذه العملية العسكرية وإن حملت العديد من الخسائر المادية لإسرائيل، تحديدا لاستمرارها ليومين، في طبعا تحديدا يومي الأحد والسبت حيث كانت معظم تلك الضربات تحدث، إلا أنها كانت الأسرع الأقل كلفة، ولكنها حققت العديد من الإنجازات على المستوى الاستخباراتي وأيضا على المستوى العسكري. ولكن السؤال حول هل هذه كانت قوة حركة الجهاد الإسلامي، أم أنها لم تستخدم كامل قوتها بسبب ضغط حركة حماس على حركة الجهاد لكي لا تنفلت الأمور؟